بسم الله الرحمن الرحيم، نحن ننتظر جميعا الموكب الكبير لنقل المومياوات الملكية لبعض ملوك مصر القديمة من متحف الآثار المصرية في التحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط، وذلك يوم 3 أبريل سنة 2021. وسوف يتم نقل 22 مومياء، من بينها 18 مومياء لملوك وأربع مومياوات لملكات. وفي هذا الفيديو سوف نحكي لكم قصة العثور على هذه المومياوات الملكية، وأين وجدت وكيف نقلت إلى مكانها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير. فضلا وليس أمرا، ابقوا معنا حتى النهاية. وجدت مومياوات ملوك مصر الموجودة في متحف الآثار المصرية في التحرير في وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر. وكان أول ملك قد دفن في وادي الملوك هو الملك تحتمس الأول، وآخر ملك قد دفن في وادي الملوك هو الملك رمسيس العاشر. وكان الملك توت عنخ آمون هو الملك السابع الذي دفن في وادي الملوك. وقد بدأت عمليات سرقة مقابر وادي الملوك في عهد الرعامسة الأسرة العشرون، وبعد الأسرة العشرون لم يعد وادي الملوك يأوي المقابر الملكية، وكان من الصعب على رجال الأمن العمل في منطقة مهجورة، وكان آخر اختراق تعرضت له مقابر الملوك قد حدث من قبل الكهنة وملوك الأسرة الواحدة والعشرون. فقد قام ملوك الأسرة الواحدة والعشرون والكهنة بتجميع أجساد أسلافهم من الملوك وجردوها من أي بقايا قيمة، وأعادوا لفها ووضعوا بطاقات تحمل أسماؤهم وأوروها خبايا، وهي التي عثر عليها في الزمن الحالي. وكانت أول هذه الخبايا هي خبيئة الدير البحري. ففي صيف عام 1871 ميلادية كان إحدى أفراد عائلة عبد الرسول يرعى الغنم، وكان يدعى أحمد عبد الرسول. وعندما سقطت واحدة من أغنامه داخل شق صخري، تتبع أحمد عبد الرسول صوت الماعز المتألم، فوجد أن الماعز سقطت في بئر من الصخر. وعندما تدلى بنفسه بحبل الأسفل، وجد نفسه في ممر مملوء بتوابيت أثرية، فأحضر إخوته حسين ومحمد ليتحققوا من الأمر. وبالفعل أدركوا أن التوابيت تحتوي مومياوات ملكية. وبعدها احتفظ إخوة عبد الرسول بسرهم هذا حوالي 10 سنين، ولم يدخلوا المقبرة سوى 3 مرات فقط. وخلال تلك السنوات العشرة استطاعوا بيع جميع القطع الأثرية المعدنية فقط في السوق السوداء، وبدأ الوكلاء وقناصل البلاد الأجنبية في زيارة الأقصر لشراء بعض التحف ونقلها إلى أوروبا. وقامت هيئة الآثار المصرية بإجراء التحقيقات، وكان من بينهم في ذلك الوقت جوستوم ماسبيرو مدير هيئة الآثار المصرية، ومساعده إيميل بورجستش، وأحمد باشا كمال أول الأثريين المصريين، وداود باشا مدير شرطة قنا. وللأسف لم يتوصلوا إلى شيء سوى تورط عائلة عبد الرسول في ذلك الأمر. وفي 4 من أبريل عام 1881 أرسل جوستوم ماسبيرو شرطة الأقصر للقبض على أحمد عبد الرسول، وقد ترأس إيميل بورجستش تحقيقات الشرطة والتي أنكر فيها أحمد عبد الرسول أي معرفة له بوجود خبيئة ملكية. وبعدها فتشت السلطات المصرية منزله فلم تعثر على أي أدلة جنائية تدينه،
وعلى الرغم من أنهم لم يجدوا شيئا يجعلهم يستمرون في تحقيقاتهم، فإن شكوكهم لم تهدأ، وأبقوا أحمد عبد الرسول في السجن حتى أكملوا تحقيقاتهم. وفي 7 من أبريل تم استدعاء داود باشا مدير نقطة شرطة قنا لإجراء بعض التحقيقات الرسمية، وكانت نتيجة التحقيقات أن كل سكان القرية بما فيهم العمدة شهدوا أن أحمد عبد الرسول شخص محترم لا يمكنه أن يتورط في أعمال حفائر غير قانونية أو تهريب آثار. وبعد خروج أحمد عبد الرسول من السجن، طلب من أفراد عائلته إعطاؤه النصيب الأكبر من الخبيئة الملكية كمكافأة له على تكتمه الأمر، ولكن رفض إخوته إعطاؤه ما يطلب، ومن هنا انزرعت بذرة الشك والنزاع بينهما. وفي 25 يونيو من نفس العام وجد محمد الأخ الأكبر في عائلة عبد الرسول إنه من الأفضل البوح بالسر، وبالفعل ذهب سرا إلى نقطة شرطة قنا وأبلغهم بهذا السر. وبعدها ذهب داود باشا إلى موقع الكنز ووجد أكثر من 30 تابوتا وتمثالا وبعض القطع الأثرية الأخرى. وفي 27 من يونيو زار إيميل بورجستش وأحمد باشا كمال الأقصر. وفي 4 من يوليو أراهم محمد عبد الرسول قطعا رائعة من أعضاء ملكية. وفي 6 يوليو دخلوا المقبرة لأول مرة ووجدوا المومياوات الملكية والتوابيت والأساس الجنائزي، وقد كان هناك العديد من ملوك الدولة الحديثة، فكان هناك الملك الذي بدأ بمحاربة الهكسوس، الملك سقن رع تا عاق الثاني الملقب بالشجاع، وابنه الملك أحمس، والملك أمنحتب الأول، وتحتمس الأول، والثاني والثالث، وسيتي الأول، ورمسيس الثاني، ورمسيس الثالث، وأيضا تابوت الملك رمسيس الأول، ولكن لم توجد به المومياء في داخله. وفي خلال 2 فقط تم تنظيف المقبرة وتجهيز المومياوات وكل ما يتصل بها لنقلها تحت إشراف كل من إيميل بورجستش ومحمد بيك مدير الشرطة وأحمد باشا كمال. وكانت بعض التوابيت ثقيلة للغاية، مما اضطرهم إلى توفير 12 رجل لحملها ونقلها من المقبرة في وادي الملوك إلى ضفة النيل. وفي 15 يوليو عام 1881 وصلت سفينة تجارية لتأخذ المومياوات إلى القاهرة. وفي اليوم الذي رحلت فيه المومياوات الملكية اعتلى سكان الأقصر ضفتي النهر ليندبوا أجدادهم، فارتدت السيدات الملابس السوداء وناحت، أما الرجال فوقفوا مكبوتين وهم يشاهدون الملوك والملكات العظام يبحرون بعيدا إلى متحف بولاق بالقاهرة. وعند وصول القارب الذي يحمل الأجساد الملكية جمرك بولاق في القاهرة، لم يتمكن مفتش الآثار من إدخال تلك المومياوات، إذا لم يجد بندا ينص على دخول مومياوات الميناء، فدخل ملوك مصر العظيمة المدينة تحت بند أسماك مملحة كبيرة. وفي عام 1898 عثر الأثري الفرنسي فيكتور لوريه على خبيئة المومياوات الثانية في مقبرة الملكة أمنحتب الثاني بناء على تلميح من محمد عبد الرسول. وعثر فيكتور لوريه على 12 مومياء لملوك قدماء مثل الملك أمنحتب الثاني وتحتمس الرابع ومرنبتاح والعديد من ملوك الرعامسة،
وفي حجرة جانبية من هذه المقبرة عثر على 3 مومياوات من دون بطاقات، وكانت هذه المومياوات مجالا كبيرا للنقاش والبحث من قبل العلماء. وفي آخر الفيديو أتمنى أن ينال إعجابكم، وشكرا لكم حسام عرفان.